السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد جوج وجبات خفافين وسهلين التحضير بمكونات بسيطة إن شاء الله. غادي ندير الباستا سفوليا، غادي نعمرها بمكونات بسيطة، وغادي ندير القرعة غنعمرها بالكفتة والبطاطا. نتمنى إن شاء الله تشوفوا هاد الوصفة وتعجبكم، جربوها وتخلوا لي في التعليق ديالكم اللي تيفرحوني دائما وأبدا. ان شاء الله هاد الباستا سفوليا يمكن لكم الا ما عندكمش يمكن لكم ديروها حتى بالعجين المورق. انا هنايا خديتها جاهزه، نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه سهله بزاف، ويعني يمكن لكم توجدوها للغدا ولا العشاء، خفيفه ما كتاخذش الوقت بزاف. نبداو ان شاء الله على بركه الله بتحضير هاد الوصفه ديالنا. وما تنساوش اللي كيشوف اول مره القناه ديالي ولا الفيديوهات ديالي يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. ونتمنى نكون عند حسن ظنكم بيا. نبداو ان شاء الله بتحضير هاد الوصفه ديالتنا. هنايا خديت واحد جوج بصلات شلتهم، والباستا سفوليا كما قلت لكم راها ورق جاهز كيتباع. زدت عليهم شويه زيت المائده، وهنا عندي الفلافل بالالوان قياس اللي بغيت. هنا عندي واحد جوج بطيطات صغارين، درت لهم شويه الملحه وغادي نسلقهم. هنايا غادي نضيف شويه ديال الملحه للبصله ولا لهذوك الفلافل، نفس العطريه غادي نضيف عليهم باش يطيبوا لينا من السمين. من بعد غادي نزيد شويه ديال الابزار، يعني الراس ديال المعلقه ديال الابزار على حسب الذوق ديالكم نتومايا. غنزيد شويه ديال الكركم، من بعد غادي نحركوا هذا البصل وغادي نخليوها حتى ان شاء الله حتى ان شاء الله طيب لينا، يعني تتولي مرخوفه وما تبقاش شاده في راسها. والفلافل راه بحكم اننا مقطعها قطريفات وديرها في الفريكو دغيا تطيب، تزيد عليها شويه زويته هكا دغيا تطيب. هنا من بعد ما طابوا لنا دوك الفلافل في نفس المقله غادي نديروا شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير لي سبيناتشي السبانخ، غادي نسلطيهم في هذيك المقله، هما راه دغيا تيطيبوا صافي. هنايا الا كملت لينا البصله ديالتنا غادي نحيدها باش ندوزو ان شاء الله تحضير هاد الاكله. هنايا راه حطيتهم في الطبسيل، غنزيد عليهم الفرماج، اي نوع ديال الفرماج بغيتي ديرو. وغادي ندير الحبق مطحون هنا ان شاء الله. غادي نشوف هاد الباستا سفوليا، نشوف فاش من مول اللي غادي تجيني. نحلي تلقيتها مستطيله صافي، غادي ناخذ لها واحد المول مستطيل، يمكن لكم ديروها حتى دائريه غير باش ما نضيعوهاش، نعم نديروها في مول هكا مستطيل صافي. خليناها هكايا بالكارطه ديالتها باش لا بغينا نحيدوها من المول نحيدوها غير بالكارطه ديالها. هنا في الجوانب ديال الباستا ديالنا ديال الورق درت فيه شويه ديال الفرماج هكا في الجوانب، وزدت عليه شويه ديال البصيله اللي كنا شحرناها. غادي نحاول نلويها من الجناب باش هذوك الجنيبات غادي يجيونا منفوخين من بعد ان شاء الله وعامرين بالفرماج والبصله. صافي هنايا غادي نبقاو تنكمل هاد الجوانب هادو ونسدها من الجنيبات باش هذوك الجنيبات يجيو من السمين لينا بلا ما نقطعوهم. صافي هنايا غادي نرمي هذيك البصيله ودوك الفلافل اللي بقاو لينا، غادي نحاول نوزعهم على هذيك الورقه ديال الباستا. صافي من بعد غادي نضيف هذاك سبيناتشي، غادي نحاول نوزعه كامل على هذيك الورق العجين المورق. هذا الشكل هذا صراحه وصفه سهله ودغيا تتوجد هكا للغداء ولا العشاء، يمكن لكم ديروا حتى الكوتي. انا درتها هنايا للغديوه خفيفه. كما كتعرفوا السبانخ راه مهمه بزاف للذات. من بعد زدت عليها هكا الفرماج من الفوق، غنعاود نزيد جاني قليل، المهم قياس نتوما اللي بغيتو ديال الفرماج ديروه. صافي هنايا عندنا واخده انا الكفته مقومها، ديروا القوام اللي بغيتو ديروا فيها. والقرعه هنايا قسمتها وخويتها وسلطيتها في شويه ديال زويته ديال العود. هنا عندنا الحبق كارم وعندنا اليازير،
غادي نحكهم، غادي نديرهم مع ديك البطاطا اللي سلقت مع شويه ديال الابزار مع شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس مقطعين. غادي نزيد هنايا التحميره الحاره ولا الحلوه اللي بغيتو، بابريكا، وغنضيف شويه ديال الحبق وشويه ديال اليازير، والمليحه راه جا مسلوقه فيها البطاطا. هاد الشكل هذا اللي كتشوفو صافي. هنايا غادي ناخذ الكفته، غادي نحاول نسرحها، وغادي ندير فيها هذيك البطاطا، غادي نديرها فيها لداخل بحال كنديرو حشوه، وغادي نسدو على ديك البطاطا ديالتنا. ومن بعد غادي نحطوها في هذيك القريعه اللي قلت لكم خويت شويه كدوزتها في زويته في المقله. كنعتذر على التصوير ما شفتش مزيان بان يدي راه بعيده على الكاميرا. المهم كنديروا فيها البطاطا في هذيك سميتو، كنخليو البطاطا لداخل وكنغطيوها كامله بالكفته. غادي نبقى ان شاء الله حتى نكمل هذا الشيء. وحنا كنستفو في داك المول الصغير، حتى هاد القرعه يمكن لكم ملي تجيبوها الا كانت كثيره عندكم ولا شي حاجه يمكن لكم تخويوها وتسلطيوها غير شويه ديال زويته في المقله، ومن بعد ديروها في الكونجيلاتور. انا هادي راه جبتها من الكونجيلاتور يعني من قبل مصايباها، ديرها في بلاستيكات غذائيه صافي. هنايا كنبقاو كنعمرو حتى نكملو داك المول ديالنا. صراحه جات زوينه هاد الاكله، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كديروا القياس اللي بغيتو ديال البطاطا باش كتحشيو هذيك تديروها وسط ديال الكفته. حاولوا نغطيو البطاطا ما تبقاش تبان. صافي كنلويو بحال هكا، كنحطو في داك المول ديالنا كنستفوه. هنايا صافي ملي كملت هذيك المول ديالي، غادي تجيبوا اي صوص طوماط عندكم مشحره ولا جام صايبها. انا كما قلت لكم راه كنصايب لاصوص هكا، كنصايبها بالاعشاب المنسمه وداك الشيء، وكنفرقها هكا في بلاستيكات غذائيين. الحال الوقيت اللي بغيتها كنجبدها. هنايا عاود ترشيت عليها الفرماج من الفوق. من بعد غادي نجيب دابا واحد صوص طوماط جام صايبها انايا، غادي نحاول نرشها على ديك الكفته والبطاطا من الفوق، نحاول نغطيها هكا كامله بديك لاصوص. من بعد غادي نعاود ثاني نزيد شويه ديال الفرماج صافي، وندخلوهم الفران. صراحه ما خداوش الوقت بزاف دغيا طابو صافي. هنايا خرجنا الباستا سفوليه ديالتنا، نتوما شفتو كي كتجي صراحه زوينه ومقرمشه، كجات زوينه وسهله يعني ما كتاخذش بزاف، والمكونات متوفره. هنايا الكفته ديالتنا نتوما شفتو الشكل ديالها بهذيك القرعه، جات صراحه هي زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، تخليو لي في التعليق ديالكم. نقطعو هنايا واحد الطريفات تشوفوها كي جات، صراحه جات زوينه ما تشبعوش منها وسهله. شفتو الشكل ديالها ودوك الجنيبات اللي تنيناهم كيجيو منفوخين مع الفرماج، تتجي مقرمشه. هنا ديك الكفته ديالتنا والقرعه غادي نقطعوها، ناخذو تا هو مورسو تشوفوا كي جات. جات غزاله بالصراحه مزيان، غير الكفته تتقوموها نتوما على ذوقكم، شوفوا شنو بغيتو ديروا في الكفته. صراحه دغيا تتوجد يعني، اللي دغيا بغى يوجد شي حاجه هكا خفيفه راه دغيا تتوجد. كيجي الشكل ديالها راقي وزوي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الوصفات ديالي، وتخليوا لي في التعاليق ديالكم اللي كيفرحوني دائما وابدا. كنبغي نشكر الجميع، نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم بيا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.